السعد معمور وفيه الهلا والرعب ما يفصل به. التقي مع رجل الأعمال الشيخ سعيد بن شايع بن خريب، بيض الله وجهك على هذا التكريم وعلى هذه الضيافة وعلى هذا الاستقبال الطيب، ولا يستغرب منك أبو راكان هذا العلوم الطيبة منك. كلمتك بهذه المناسبة وهذا الاحتفال حفل تقاعد الأستاذ هادي بن سعيد الغاصب. أول شيء سرور لا يوصف بحضور هذا الجمع الطيب في تكريم الأستاذ هادي بن سعيد بن غاصب، ووجودكم اليوم ووجود المشايخ والنواب يثلج الصدر وهو يستاهل التكريم بناء على موافقة صاحب السمو الملك أمير منطقة عسير حفظها الله، وكر من يستاهل التكريم، ولها يد بيضاء في العرين وفي المنطقة، والله يطول عماركم ويعز هذا البلد على توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين. أقول والله مرحبا والله وما سهل أسنى بالحراملة. الحقيقة قبل كل شيء أنتم بحد ذاتكم والله أنكم تستاهلوا التكريم وتستاهلوا العلم الطيب. طول عمرك. والحقيقة جمع الرجال ضل اللي شرواك وشر من يسمع الأستاذ هادي يستاهل التكريم من كل حمر عين، ويستاهل العلم الطيبة، وبيض الله وجيكم على تعبكم يا أسنى بالحراملة من رياض هنا، وشكرا للجميع. نرحب بالجميع والله يحييكم في تكريم رئيس مركز العرين السابق هادي بن سعيد بن غاصب، والله يحييكم مناسبة تقاعده. نرحب بالجميع رؤساء الدوائر الحكومية، الشيوخ ونواب القبائل وأهالي العرين، الله يحييهم والساعة المبروكة، ونشكر سلابة الملف الحراملة وعلمك طيب يا أبو ريان، والله يطول عمرك. تسلم الله. مرحبا وسهلا. الله بالخير جميع، والله يطول عماركم ويبارك فيه أبو راكان جعله يسلم ومن يسمع، ويبارك فيكم جميع. جينا لدعوة كريمة من أبو راكان جعله يسلم بمناسبة الأستاذ هادي ابن غاصب، وهادي ابن غاصب مطلق من مطاليق، ومنكم يا زهير ومنكم يا عبيدة، وانتم يا عبيدة على ما قال راعي السالفة، لولا عبيدة ما تعربوا العرب، أهل الخوي وأهل اللزوم وأهل القضية للحاجات اللي كل من نصاهم، والله يطول عماركم وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد تشرفت في هذا اليوم الموافق 21/8/1444 بدعوة من سعادة الشيخ سعيد بن شايع آل خريم القحطاني بمناسبة دعوته لرئيس مركز العرين سابقا الأستاذ والزميل الغالي هادي بن سعيد بن غاصب. وبهذه المناسبة نبارك للأخ هادي بمناسبة تقاعده، ونتمنى له حياة سعيدة، كما نهني الشيخ سعيد بن شايع بن خريب على الحضور المميز لهذه المناسبة، ونسأل الله في هذا اليوم الفضيل أن يبلغنا إن شاء الله شهر رمضان المبارك، أن يتم علينا شهر شعبان، ونقول لأبو راكان الله يكرمه ويغنيه دائما، يردونها الرجال والمسؤولين ويرخص ماله في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بن شايع آل خريم، وكيل نائب آل خريم آل صبيح، بلغتنا دعوتك ودعوة أخيك الشيخ ناصر بن شايع آل خريم نائب آل خريم آل صبيح، التي تنص على تكريم رئيس مركز العرين سابقا الشيخ هادي بن سعيد بن غاصب، اللي عمل بكل إخلاص وتفاني في خدمة العرين وهلة وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير، وهو والله يستاهل التكريم، ودعوتك والله تشرفنا وتزيدنا، والمجيء عندكم نطرب له ونتنومس بالمجيء عندكم. أنا والله خارج المنطقة، يشهد الله علي أماني في حدود منطقة عسير ولا الجنوب، فالعذر من الله ثم منك، والعذر من الله ثم من
أخيك وأخوانك وربعك وبني عمك هو اللي بيحضر عندك، وانتم ملفل الرجال وملفل الركاي من أول الدنيا لا تلاها. والله يوفقكم ويمدكم ولا يضدكم. أخوكم أغليك سعيد بن عبد الله بن جفشر بن الحنيش قبيلة بقشة حطاء.